السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم السبت الثاني من أكتوبر 2021، الرابعة بالتوقيت المحلي، الثالثة بالتوقيت غرينتش، الانطلاقة من ساحة المغرب رامبول السعودي. ميدان كنغامر شوية بالخطورة الحقيقة، السوقان والتصوير قبل المرايات بجوج، والتمساح خرج. هذه حافلة التمساح اللي غايدير السيديال وقاف أحسن. بداية ديال شارع مولاي سليمان، هاد التمساح سنعطيلو شوية ديال لا ديستونس، شوية ديال الاتساع. هادي مجلس المقاطعات السوداء، المجالس المنتخبة. تبارك الله، شفنا مؤخرا عدة أخبار تتعلق بالعملية الانتخابية والعملية ديال الانتخاب. هذا مركز الشرطة الدائرة الرابعة الجديد مازال في الماضي، عملية انتخاب رؤساء المجالس الجماعية. أخبار حقيقة، أخبار كارثية. شارع مولاي سليمان، الرويضة نسبة من الروضة اللي كانت على يسار الصورة في هذا الحيط اللي تابع الثكنة العسكرية. كان في واحد القبة، واحد الضارع صغير، وفي نفس الوقت كيديروا كانوا كيصليو. وصلوا واحد المكان اللي فيه الجامع اللي كانت فيها المقبرة، التي تسمى بالروضة كذلك. الروضة هي على ما أظن اختصار ديال الروضة، هي مقبرة صغيرة تحيدت وقيلة في أواخر ديال السبعينات، لدابا ومؤخرا كتبنا في هذا الجامع. وفي هذه الشركة اللي قلت لكم كانت تماك واحد الضريح، وجا حفروا عليه ليلة من الليلات، قالوا فيها الكنز، يمكن فيها الكنز، يمكن حيدو نعرف ماين إشاعة دائما تتسرب، ولكن كان فيه ضريح صغير، وكانوا الناس كيصليو تماك بخصوص صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب في الأيام اللي كيكون، لأن كانوا كيصليو غير في قطاع حوصة، ما كانش شي جامع. التمساح كيحجب الرؤية، باش تجاوزو ميمكنش. هذا مركز الإدمان بين عدة مراكز اللي هي تبنات هذه أكثر من خمس سنين، على ما أكثر من خمس سنين هي مغلقة. مراكز، مستشفيات، مقرات، راه تسمى تسمع، ما كاين والو. مركز الطب الإدمان، القطب الطبي، قطب المواكبة الاجتماعية، هو التقليص من المخاطر، عناوين ما والله ما كنفهموهم.
المركز الجهوي الرأسي للطب النفسي. وهذه محطة التاكسيات اللي كتمشي للسوق برا، ساحة 9 أبريل. آخر تاكسي عمر لنا الفوق غادي تكون هنايا الدميزة على التاكسيات، الناس بزاف وسيركولاسيون عامر. ساحة التافيلات أرض الدولة. هذا ما مستشفى آخر ساوى مكينش لتنا فيه، مستشفى في المستعجلات. هذا مستشفى آخر مركز الطبي القرب مؤسسة محمد الخامس للتضامن، مستشفى الولادة. شوف عباد الله، مستشفى الولادة في ريدان. هذا كيتلاقانا شارع مولاي علي الشريف يمينا ويسارا. غادي نبداو في شارع عائشة المسافر في اتجاه ان شاء الله حمة الحداد، ثم نهاية القطار. شارع عائشة المسافر، حي الجراري، حي الجراري واحد، حي الجراري جوج، حي الجراري ثلاثة. ثلاثة على اليسار. هاد الرامبوان كيعرف كثير بزاف.
هي القلعة ديال دينا كذا القديمة، العودة على اليسار، اليسار حي السلام. هذا السوق لحوم الحداد، كنا ضروري نصورو صورو ما نرجعوش في نفس الشارع، غير نمشيو في شارع اخر. حي عامر تبارك الله، عامر مازال حي اخرى وجاوبنا للحي محدد.
عين داليا كيبقى على اليمين، سيدي حسين عين داليا على اليمين، والمنطقة الصناعية المجد اللي هي أمامنا مباشرة، هيا غنرجعو لليسار عبر شارع القدس، هذا شارع القدس. المجد هو الطريق ديال المجد، ودخله اخرى عاود كذلك حتى هي عاود اذا نمشي بحالنا عبر شارع القدس. مقاطعات بني مكلبة مقر جماعة المخلص الجماعي. هذه مقر عملة فحص انجرة باقي ما بناوش المقر ديالهم ومشغوش ربما حتى الوعاء العقاري اللي غيبنيو فيه عملة فحص انجرة اللي هو كان سابقا عملة بني مكيدا بعد ما بدات عودة المسرح الحدي. الخضار والفواكه الجملة اللي مبقاش هنايا مع الدخلة ديالو، إعدادية العقاد الحيط ديالها هنايا، وإنهاء هذا الفيديو لهذا المكان. أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن هذا اليوم يوم السبت الثاني من أكتوبر
2021. حييكم والسلام عليكم ورحمة الله.